السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي مع مادة التربية الدينية الإسلامية مع الفصل الدراسي الثاني. معانا النهاردة المحور الثالث، كيف يعمل العالم، قسم عبادات، الدرس الأول قصة عن بر الوالدين. تعالوا نشوف القصة بتقول إيه. استيقظ عمر على صوت والده ينادي أن ينهض مسرعا لصلاة الصبح ومساعدته في إعداد الإفطار لأمه ولأخته الصغيرة قبل اللحاق بحافلة المدرسة، فوالدة عمر مريضة لا تقوى على إعداد الإفطار لهما. يبقى يا سنة تانية زي ما قرأنا دلوقتي إن صديقنا عمر صحى من النوم على صوت أبيه وهو يناديه أن يقوم من نومه مسرعا لصلاة الصبح وأن يساعده في إعداد الإفطار لأن أمه مريضة وذلك قبل اللحاق بحافلة المدرسة. ترك عمر بطاقة لأمه ووضعها إلى جوار الطعام الذي أعده لهما بعد أن كتب بها: أمي الحبيبة شفاك الله وعافاك. صديقنا عمر ترك لأمه بطاقة أي ورقة ومكتوب عليها: أمي الحبيبة شفاك الله وعافاك، ووضع هذه البطاقة إلى جوار الطعام الذي أعده لهما لأخته ولأمه. بعد انتهاء اليوم الدراسي بدأ عمر بالاطمئنان على والدته، ثم أسرع بمساعدة والده في ترتيب البيت وإعداد طعام الغداء. بعد انتهاء اليوم الدراسي أي في نهاية اليوم الدراسي بدأ عمر بالاطمئنان على والدته وأسرع بمساعدة والده في ترتيب البيت وإعداد الطعام. أخبر والد عمر الأسرة بأنه سوف يذهب لحضور اجتماع مهم لمدة ساعتين فقط، ولكن عمر كان قد اتفق مع صديقيه خالد ومعاذ على أن يذهبوا معا لمشاهدة وتشجيع فريقهم المفضل في مباراة كرة القدم، فمن سيعتني إذن بأمه وأخته الصغيرة؟ والد عمر يا أصدقائي كان لديه اجتماع مهم لمدة ساعتين، وإحنا طبعاً قلنا إن والدة عمر مريضة ولديه أخت صغيرة، إذن فمن سيعتني بها؟ لأن عمر كان متفقاً مع أصدقائه أنهم سوف يشاهدون مباراة لكرة القدم معاً. طبعاً دي كان صديقنا عمر بدأ يفكر هو هيتصرف إزاي وهيعمل إيه عشان يحل المشكلة دي. فكر عمر قليلا وتذكر الحديث الذي كانت معلمة التربية الدينية الإسلامية تشرحه له اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. طبعا صديقنا عمر قلنا ان هو قاعد يفكر في المشكلة اللي قابلته ديت، ان باباه عنده اجتماع لمدة ساعتين وهو المفروض متفق مع زملائه ان هو هيشاهد مباراة لكرة القدم. وقتها تذكر حديث المعلمة، معلمة التربية الدينية الإسلامية التي كانت تشرحه له، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال الرسول: أحق الناس بحسن صحابتي هما. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهذا يدل على مكانة الأمة العظيمة، لأنه أكد على أن أحسن الناس وأحق الناس بأن الإنسان صاحبها هي الأم، لأنه أكد عليها ثلاث مرات. ودلوقتي جمعنا مع سؤال المتفوقين. السؤال الأول بيقول لي: أجب أذكر حديث يبين فضل الأم، والتاني أذكر حديث يبين فضل الأم. فكر يا صديقي في الإجابة وما تنساش الإجابة في التعليقات. قال عمر لنفسه:
إن جلوسي اليوم للاعتناء بأمي وأختي سيسعد أبي وأمي، وهو كذلك بر بهما. يبقى صديقنا عمر عندما تذكر هذا الحديث الشريف الذي أخبرته به المعلمة، وأن جلوسه مع أمه اليوم والاعتناء بهما سيسعدها وسيسعد والده، وهو بر للوالدين، فقرر أن يجلس مع والدته وأخته الصغيرة في البيت. أخبر عمر والده بأنه اعتذر لخالد ومعاذ عن عدم حضور مباراة اليوم للاعتناء بأمه وأخته. وعند ذلك أخبر عمر والده بأنه اعتذر لخالد ومعاذ عن عدم حضور المباراة للاعتناء بأمه وأخته. فاحتضنه والده وقال له: زادك الله برا بنا يا بني وبارك فيك. فرح الوالد بعمر واحتضنه وقال له: زادك الله برا بنا، يعني ربنا يزيدك كمان بر بنا يا بني ويبارك فيك. ودلوقتي معنا التدريب. اول سؤال معايا: يضع علامه صح او خطا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ببر الوالدين. صح. احسنتي. الدعاء للوالدين من صور بر الوالدين. صح. احسنتي. احق الناس بالصحبه الام ثم الاب. صح. رفع الصوت من صور بر الوالدين. خطا. خطا. في نهايه الفيديو النهارده اتمنى اصدقائي ان انتوا تكونوا استفدتوا من قصتنا النهارده وتعلمتوا بر الوالدين، مساعدة الأم وصحبتها، ثم الأب وسماع كلامهما والاعتناء بهما وبإخوتي. فهذا هو من صور البر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.